السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحابية عاتكة بنت زيد رضي الله عنها كانت من أجمل نساء قريش، فصيحة بليغة تزوجها عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذلك الصحابي الذي كان غلاما يوم هجرة الرسول، وكان يأتي بالأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه أبو بكر في غار ثور. كبر هذا الصحابي، تزوج بعاتكة وأحبها حبا شديدا حتى أنه أصبح لا يفارقها ولا يخرج من البيت، بل قيل أشغلته عن الجهاد وعن الصلاة في المسجد. فغضب أبو بكر رضي الله عنه لهذا الأمر وأمره أن يطلقها، فطلقها رضي الله عنه. وحزن عبد الله على هذا الأمر، واشتد حزنه وألمه على فراق عاتكة رضي الله عنها، حتى أصبح يقول أشعار، فكان يقول: أعاتك لا أنساك ما ذر شارق وما لاح نجم في السماء محلق، إلى غيرها من الأبيات العظيمة في فراق زوجته. فلما سمعه أبو بكر رضي الله عنه صاحب القلب الرحيم، لما سمع هذه الأبيات ونظر إلى حال ابنه عبد الله، أمره أن يراجعها، فراجعها عبد الله وعاش معها، وكانت رضي الله عنه قد امتلأ قلبها حبا بهذا الصحابي. خرج رضي الله عنه في غزوة الطائف، وبعد حصار الطائف أصيب رضي الله عنه ثم استشهد. فلما علمت بذلك حزنت وقالت: والله لا أتزوج أحد بعده. بقيت رضي الله عنها مدة من الزمن، ثم خطبها ابن عمها خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتكفر عن يمينها وعن قسمها، وبالفعل رضيت رضي الله عنها وتزوجت بعمر، ثم استشهد عندها. فتزوجها الزبير العوام رضي الله عنه فاستشهد أيضا عندها، ثم خطبها أمير المؤمنين وخليفة المسلمين علي بن أبي طالب، فقالت: إني أخشى إن تزوجتك أن تقتل. فاستشهد أيضا رضي الله عنه عندها، حتى قيل: من أراد الشهادة فليتزوج بعاتكة بنت زيد رضي الله عنها وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.